من المؤمل أن تشهد مدينة كركوك المهرجان الدولي الخامس لمسرح الشارع، والذي سمي بدورة الفنان الراحل حسين نصري، وبمشاركة عدد من الفرق العراقية والعالمية. ويستمر المهرجان 3 أيام، ويقدم فيها مجموعة عروض مسرحية متنوعة. مهرجان كركوك الدولي الخامس لمسرح شارع دورة الراحل الفنان حسين مصري سيقام الفترة 28 29 30 من هذا الشهر. الدول المشاركة 5 دول بالإضافة إلى 15 عرض من العراق وكردستان. ويختلف مهرجان كركوك الدولي الخامس عن بقية نسخه السابقة من خلال عدد الفرق المشاركة المحلية والدولية وعدد العروض. الفرق المشتركة يعني المهرجانات السابقة ما كان فيها من بلدان أخرى، من الآن ستشارك في بلدان العربية تونس لبنان مصر وإيران، ومن محافظات بغداد بابل والبصرة. هذا العام سيدشن مهرجان كركوك الدولي الخامس بإشراف مديرية ثقافة وفنون كركوك التابعة لحكومة إقليم كردستان. مهرجان الخامس للمسرح الشارع في كركوك هذه السنة تبدأ فعالياتها بالإشراف مديرية الثقافة والفنون كركوك تابع لوزارة الثقافة وحكومة إقليم كردستان، وهناك فرق كثيرة تشارك ضمن فعاليات المهرجان، منها من خارج القطر ومنها داخل العراق وإقليم كردستان وداخل كركوك. عشاق المسرح في كركوك ينتظرون الفرق الدولية والمحلية المشاركة في مهرجان كركوك الدولي الخامس والعروض التي ستقدم لهم خلال أيامه 3. ومن المؤمل أن تشارك عدة دول في مهرجان الخامس للمسرح الحرفي كركوك، وتقدم في هذا المهرجان 20 عرضا. عدنان جاف، قناة التغيير، كركوك.